مساء الخير على حضراتكم أعزائي المشاهدين، وأسعد الله مساءكم. النهاردة مع أولى حلقات برنامجكم بدل الحكاية 2. برنامجنا إن شاء الله يكون عبر قناة الصحة والجمال كل يوم سبت الساعة 2 ظهرا. هنتناول قضايا مختلفة، ولكن دعوني كده أرحب في البداية بزميلي اللي أنا أشرف إن أنا أقدم معاه البرنامج، زميلي ياسر عطلة. أهلا بك ياسر. أهلا بك يا محمد. مساء الخير مشاهدينا الكرام، دمتم جميعا بخير. أرحب بحضراتكم في أولى حلقات بدل الحكاية 2 الساعة 2 السبت من كل أسبوع. مشاهدينا الكرام، خلونا نرحب بزميلي في الاستوديو، بزميلي خلف الكاميرات، وارحب بك زميلي محمد اسماعيل، شرفت بالعمل معك على منصه واحده. شكرا ليك يا ياسر. اعزائي المشاهدين، زي ما اتفقنا مع حضراتكم كل حاله هنستضيف شخصيه، ولكن النهارده احنا لنمثل لحضراتكم ضيوف، ويا رب نكون ضيوف خفاف على قلوبكم. ان شاء الله باذن الله تعالى عندنا حكايتين النهارده، ولكن دعونا نستمع لمقدمه الحكايه الاولى مع زميلي ياسر عطله. اتفضل ياسر. يحكى ان راعيا بالصحراء تقيم امه العجوز معه وهو وحيدها، أصيب بمرض الخرف فضاق ذرعا بها، ولما قرر قومه الرحيل إلى مراع جديدة طلب من زوجته ترك أمي بالصحراء حتى ينفذ ذادها فتموت، ففعلت. وفي استراحة المسير طلب الرجل من زوجته ابنهما الرضيع ليلاعبه، يحبه كثيرا. أخفته مع القافلة، قالت له: تركته بالصحراء مع أمك، لا نريده. انفجر بوجهها كالبركان وهم بسحقها. اهدأ، صاحت به: لقد تركته مع أمك لأنه سوف يرميك بالصحراء عندما تكبر كما فعلت بأمك. ذبحته كلماتها، فأسرج فرسه كالسهم عائدا من حيث أتى. وصل في اللحظة الفاصلة، كان المشهد صاعقا. ثلاثة من الذئاب تحوم حول أمه فترميها بالحجارة وتناديها: أنا أم فلان، سيقتلكم عندما يعود، وها هو قد عاد إلى رشده. مشاهدينا الكرام، إنها نعمة الزوجة ونعمة الأم. مشاهدينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما جاء في الكتاب المقدس: أطع أباك وأمك لكي تطيل حياتك على الأرض. بر الوالدين عنوان لحكاية الأولى مع حضراتكم، حول دور الأزهر ودور المؤسسات التربية والتعليمية نتكلم، ولكن دعونا نستمع إلى مقدمة الحكاية الثانية مع زميلي محمد إسماعيل. تفضل. شكرا لك يا ياسر، ولكن قبل ما أبدأ في مقدمة الحكاية الثانية لدي سؤال لو تسمح لي. يعني تفضل. هل الزوجة الصالحة اللي أنت كنت بتتكلم عليها أن هي تقرب الزوج من والدته، ولو الزوج أثر في المعاملة مع والدته أن هي تنصحه أو تحذره، هل ما زالت الزوجة الصالحة دي موجودة حتى الآن في المجتمع؟ ده سؤال على الهوى ليه أجاوبه المفروض؟ طبعا. والله موجودين كتير جدا، بس هقول لك ايه، بكره تجرب. شكرا لك يا ياسر. اعزائي المشاهدين، ننتقل مع حضراتكم لمقدمه الحكايه الثانيه. حكايتي الثانيه هي انا اعتقد، وهنا الاعتقاد من باب التاكد واليقين وليس من باب الشك. اعتقد ان مقدمه الحكايه الثانيه دي هنتكلم عن حكايه بتشغل بال جميع المصريين، من اول بال عم احمد. مين عم احمد؟ عم احمد ده الراجل الفلاح البسيط اللي موجود حاليا على الترعه بيجهز مكنه الميه علشان يروي الارض الزراعيه، لحد بال اكبر حد مسؤول في مصر. ايوه، حكايتنا الثانيه النهارده عن سد النهضه، او ما يقال عنه سد النهضه، وهو لا يمثل لنا الا كل خراب، او ما يقال عنه انه مشروع تعطيش مصر. هنتكلم عن مقدمه سد النهضه، ونقول نبذه عن متى بدات فكره سد النهضه لدى اثيوبيا. هنتكلم ايضا كيف يتناول الجانب المصري والجانب الاثيوبي لهذا الملف وهذه القضيه. اخيرا هنتكلم عن دور المجتمع الدولي وفعاليته في حل هذا الملف وفي حل هذه الازمه. ليا سؤال برضو، هو مين عم احمد وليه عم احمد مش عم السيد؟ يعني انت كده بتردها لي يعني ولا ايه؟ طبعا. والله انا اخترت اسم احمد لانه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير الاسماء يعني. احسنت الاختيار. اعزائي المشاهدين، قبل ما نتكلم عن الحكايتين خلونا نطلع قبل الفاصل نستعرض اهم ما جاء من الاخبار، من الأخبار التي حدثت في الأيام القليلة الماضية مع زميلي محمد. تفضل. شكرا لك يا ياسر. الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي في شرم الشيخ الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، وتركز اللقاء على إيجاد سبل لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين. أعلن التحالف العربي في اليمن أنه علق عملياته ضد المتمردين الحوثيين في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع الدائر هناك. الصحة، تسجيل 733 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و37 حالة وفاة. اللاعب المصري محمد صلاح يشكر متابعيه بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الموسم باستفتاء الجماهير.
أعزائي المشاهدين، كده بعد ما استعرضنا لحضراتكم أهم وآخر الأخبار على مدار الدقائق القليلة الماضية، هنبدأ في حكايتنا الأولى بر الوالدين بكل تفصيل، ولكن بعد الفاصل أرجوكم خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية للحديث أكثر عن بر الوالدين. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاءت عبادة رب العباد مقرونة ببر الوالدين، وقال في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك قوله تعالى جاء بمعنى الحكم والأمر، علينا جميعا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع والدينا. زميلي محمد، إيه رأيك في بر الوالدين في ظل ما نراه دائما على ساحة السوشيال ميديا؟ بالتأكيد يا ياسر، في البداية بما أنك قدمت وتكلمت عن الديانات السماوية، بالتأكيد كل الديانات السماوية أولت اهتمام خاص، اهتمام فريد بهذه القضية، بداية من الديانة اليهودية مرورا بالمسيحية ختاما بمسك الختام الديانة الإسلامية. يعني في القرآن الكريم قول الله عز وجل زي ما حضرتك ذكرت: وقضى ربك ألا تعبد إياه وبالوالدين إحسانا. كذلك أيضا من السنة النبوية قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. مما لا شك فيه أن بر الوالدين ما هو إلا عبارة عن رد للجميل. لا والله، لقد خنان التعبير، ولكن يصح التعبير عندما أقول أن بر الوالدين ما هو إلا رد جزء بسيط من هذا الجميل. للحديث أكثر سادة المشاهدين عن بر الوالدين، معي فضيلة الشيخ محمد حشيش، عالم من علماء وزارة الأوقاف. تفضل فضيلة الشيخ محمد. فضيلة الشيخ محمد، السلام عليكم. فضيلة الشيخ محمد معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ مرحبا بك في بدل الحكاية 2، ان شاء الله بإذن الله تكون معنا دايما، ومرحبا بيك. اتفضل. اهلا بحضراتكم جميعا. عايزين نسأل حضرتك سؤال: ما هو دور الأزهر ووزارة الأوقاف والمؤسسة التعليمية في ترسيخ ومفهوم طاعة بر الوالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على نهجه وتمسك بسنته وسلم يا رب تسليما كثيرا. أمين يا رب. بداية أشكر لحضراتكم وأشكر الشاهد السادة المشاهدين على المتابعة. كما يعني مما لا يخفى على الجميع فضل ومكانة الوالدين في القرآن والسنة، حيث وردت الآيات التي تحث على بر الوالدين والإحسان إليهما، ثم الأحاديث النبوية التي وردت في فضل ومكانة الوالدين والبر والإحسان إليهما، وكيف أن طاعة الله عز وجل من طاعة الوالدين، وكيف أن رضا الله تبارك وتعالى من رضا الوالدين، وغيرها مما لا يخفى على الجميع، لكن ينبغي على النشء الصغير أن يعلم أن بر الوالدين ما هما إلا بابان من أبواب الجنة، فحافظ عليهما، فالوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة. وقال عن الأم لما خرج أحدهم شابا ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ألك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فثم الجنة عند قدميها. ومن هذا يتبين مكانة الوالدين، وكيف أنه ينبغي على الإنسان أن يقدم والديه أو يقدم برهما على أي شيء بعد طاعة الله عز وجل. جزاك الله فضيلة الشيخ. في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فضيلة الشيخ، ليه سؤال بس، عايز أظهر دور وزارة الأوقاف مع الوعاظ في ترسيخ هذا المفهوم. في الحقيقة أبدأ بداية بالمنارة الأولى، الأزهر قبل الأوقاف. فالأزهر يقدم من خلال دراسته ومنهجه المتوسط المعتدل كيف يقوم النشء الصغير على البر لوالديه والإحسان إليهما في طريقة تدريس المناهج العلمية، إلى جانب المناهج الثقافية والمواد الثقافية. يدرس أيضا الطالب منذ الصغر حفظ القرآن الكريم وعلومها، ثم حفظ السنة وعلومها وتفسيرها، ويتعلم من خلالها ما ورد في بر الوالدين والإحسان إليهما تعليما تأصيليا أكيدا ومنهجيا. فيتعلم الإبن في هذه المنارة كيف يكون بارا بوالديه من خلال الآيات وشرحها، ومن خلال الأحاديث أيضا وشرحها. ودور الأزهر معلوم ومعروف لدى الجميع. ثم يأتي دور الأوقاف، والأزهر أيضا من خلال الواعظين والواعظات
من خلال إذا كان خطب الجمعة أو الدروس المقاه أو حتى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم الموثقة من قبل الأزهر أو الأوقاف، سواء في المساجد أو من خلال دور التعليم تبع الأزهر، يتبين فيها تربية النشء على حفظ كتاب الله وسنة الرسول. فضيلة الشيخ محمد، لدي بس سؤال أخير محتاج من حضرتك تفسير لقوله تعالى إما بلغنا عندك الكبرى، محتاج سريعا كده تفسير هذه الجملة. إشارة فيها إشارة إلى كل ابن يريد البر لوالديه عند الكبر، فعند الكبر تسلب الصحة والقوة ويرد الوالدين إلى الشيخوخة، وهما أشد الاحتياج إلى، لا أقول إلى ابن يرعاهما، بل إلى والد يتكفل بهما. ومن الكلمات المأثورة شيخنا الإمام الشعراوي كان يقول دائما: تزوج مبكرا تنجب لك والدا يعولك وقت شيخوختك، يعني أن الابن في حال كبر الوالدين يعتبر والدا لوالديه. شيخ محمد حضرتك مشكورا، وضحت دور الأزهر ودور الأوقاف في ترسيخ مبدأ لدى الأطفال ولدى النشء كيفية الاهتمام والرعاية بالوالدين. ولكن لدي سؤال لحضرتك، بما أن الأزهر الشريف وبما أن الأوقاف والمنابر قايمة بدورها دور كامل، ما تعليق حضرتك على ظهور ظاهرة غريبة جدا وحضرتك تسمع عنها طبعا في السوشيال ميديا وفي الصحف؟ تسمع عن مثلا ولد ترك أباه في دار المسنين، ولد هجر أباه، ولد هجر أمه، ما تعليق حضرتك بما ان حضرتك وضحت دور الازهر الشريف ودور الاوقاف ان هي بتقوم بهذا الدور دورا كاملا، ما تعليق حضرتك ايه اسباب ظهور هذه الظاهره؟ طبعا مما لا يخفى عليكم ان دور الازهر والاوقاف دور دعوي، يعني لا استنى لحظه واحده، اما الجانب العملي والسلوكي راجع الى البيت، فالبيت الا يرسخ الوالدين في ذهن الابناء التربيه البر بالوالدين والاحسان اليهما واقعا عمليا، تاكد انه سيترك ذلك في الكبر. فضيلة الشيخ محمد حشيش، عالم من علماء وزارة الأوقاف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخلة. شكرا لك يا شيخ محمد. أعزائي المشاهدين، زي ما الشيخ محمد وضح أن بر الوالدين ليه أفضال كثيرة جدا، من أهمها وأبرزها البركة والرزق في العمر. ومش أنا اللي بقول كده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يغير في القدر إلا الدعاء. مش بس كده، في يوم الأيام كمان، علشان في بعض الأبناء بتعتقد أن رعاية الأباء ما هي إلا عبارة أن والدي محتاج لأموال فأساعده. لا، الوالد ما ممكن الوالد يكون غني فمش محتاج لبر عن طريق المال، ولكن يحتاج إلى توقيع، يحتاج إلى احترام، يحتاج إلى حنية. طبعا كلنا عارفين الآباء لما يصلوا إلى مرحلة عمرية متقدمة في السن بيتحول عقله إلى عقل طفل، فممكن كلمة تتقال بدون قصد تأثر تأثير سلبي على الآباء. وهسرد لحضراتكم موقف كان تعرض ليه سيدنا عمر بن الخطاب، كان يسير في الشارع فوجد شابا مسرعا وخلفه رجل مسن، شاف واحد شباب بيمشي بسرعة وخلفه واحد مسن يعني سنه كبير، فذهب إلى هذا الشاب وقال: من هذا إليك؟ يعني الرجل اللي ماشي وراك الكبير في السن ده يقرب لك إيه؟ فقال: إنه أبي. فلاحظ سيدنا عمر بن الخطاب أنه يتحدث عن أباه أو عن أبيه بطريقة يعني غير مهذبة، فقال: طالما أنت قلت أن هذا والدك فعليك وينبغي عليك ألا تسير قبل أن يسير، وألا تجلس قبل أن يجلس، وألا تأكل قبل أن يأكل. تكملة لحديث فضيلة الشيخ محمد حشيش، إما يبلغن عندك الكبرى، زي ما أنت بتقول كده يا محمد، إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما أو كلاهما. هذا التفسير معناه تحت رعايتك وتحت حنوك وتحت إنفاقك وتحت عرشك. دايما أنا لو سألتك سؤال دلوقتي أنت هتجاوبني لما تتزوج، بيقول لك أنت عندك كم ولد؟ الآية الكريمة ذكرت إما يبلغن عندك، يعني الآية اختلفت دلوقتي، بقى هما اللي محتاجين لك. أنا لو سألتك أنت عندك كم ولد؟ أنا عندي ولد أو ولدين أو ولد وبنت. إذا هما تحت رعايتك وحنوك وإنفاقك. فطبعا ده يدل على الضعف والوهن. دايما كان بعض الأساتذة ينادون في تدريس مادة علم النفس لكبار في المدارس والجامعات لكيفية التعامل مع النفسية لكبار السن في حالة الرعاية الكاملة. تمام، شكرا صديقي ياسر، ولكن عايزين حوارنا يكون شامل لكل شيء. طبعا كل حديثنا السابق كان موجه للأبناء، ولكن أنا حديث الآن موجه للأباء. صاحب ابنك، قرب لابنك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال:
رحم الله والدا أعان ولده على بره. يعني ما فيش مشكلة أن أنت تقرب لابنك تصاحبه، وبهذه الطريقة بيصبح هناك بر، وبهذه الطريقة تصبح الرجل الذي يرحمه الله عز وجل أنك ساعدت ابنك على برك. زمايلي في الكنترول بيقولوا لي ان احنا دهمنا الوقت، فعايزين نتكلم عن مقدمة الحكاية الثانية. اتفضل زميلي محمد. أعزائي المشاهدين، حكايتنا الثانية هي عن حكاية طبعا بتشغل بال جميع المصريين، ألا وهي سد النهضة. هنتكلم عن حكاية سد النهضة. إمتى بدأت فكرة سد النهضة لدى إثيوبيا؟ في بعض الناس بتعتقد أن مشكلة سد النهضة هي وليدة الأيام القليلة الماضية، ولكن هذا غير صحيح، لأن مشكلة سد النهضة ظهرت من سنة 1979 في الوقت ده، لما قرر السيد الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات أنه يوجه جزء من مياه نهر النيل تجاه سيناء لكي يستصلح أكثر من 35 فدانا من أرض سيناء. وفي اللحظة دي اشتكت إثيوبيا واعترضت وقدمت شكوى رسمية في منظمة الوحدة الإفريقية، ولكن استمر الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الفترة اللي كان بيحكم فيها الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، و اتفقت إثيوبيا مع 6 دول من دول حوض النيل بأنها تجتمع في دولة أوغندا بالتحديد في مدينة عنتيبي، وبالفعل وقعوا اتفاقية. طلبوا من مصر وقتها والسودان أنهم ينضموا لهذه الاتفاقية، بالفعل مصر لم توافق على هذه الاتفاقية، لأن بمجرد لما كانت مصر تمضي على هذه الاتفاقية معنى كده أن هي بتتخلى عن جزء كبير من الحصة التاريخية. هنتكلم بالتفصيل عن سد النهضة، نتكلم كيف يتناول الجانب المصري الإثيوبي، ولكن دعونا ننتقل لزميلي أسر. زميلي محمد، فعلا يعني بنتكلم دلوقتي أستاذ المشاهدين 52 سنة قضية سد النهضة لم تطفو على السطح إلا في السنوات الأخيرة، سنة 1979 وإحنا في 2021. القضية ليها باع طويل بعد حرب الاستنزاف وحرب وتحرير سيناء، وحتى الآن وصل 2014 وحدثت المشكلة. لماذا من وجهة نظرك حدثت المشكلة؟ والله شوف، دعونا نستقبل أسر. تليفوننا اللي يوضح لنا معانا الاستاذ احمد درويش. اتفضل استاذ احمد درويش، امين عام اعلام مستقبل الوطن. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا مرحبا بك في برنامج بدل الحكايه 2، بنرحب بحضرتك. ولدي سؤال، بما ان حضرتك مسؤول امين اعلام مستقبل الوطن، لدي سؤال وهو ما دور مستقبل الوطن او ما دور حزب مستقبل الوطن في توعيه الشباب بخطوره الازمات اللي بتمر بها البلد، على سبيل المثال ازمه سد النهضه؟ تمام يا فندم. هو الاول انا بشكر حضرتك على الاستضافه والمداخله. شكرا. ثانيا، الحزب من خلال القواعد الحزبية الخاصة به في جميع المحافظات والمراكز والقرى، يقوم الحزب عن طريق جلسات مع الفلاحين في البلاد ودعوة مسؤول الري والزراعة وعرض تطبيقات الري الذكي ومدى سهولية وربط كل ذلك مع مشروع وتبطين. مشاهدينا الكرام، أعزائي المشاهدين، دهمنا الوقت ونأسف لحضراتكم، نأسف جدا لحضراتكم. إن شاء الله بإذن الله استنونا كل يوم سبت الساعة 2 في بدل حكاية 2. وبنشكر الضيف طبعا، وبنشكر زميلي محمد إسماعيل شرفت. شكرا لك يا ياسر، وكنت سعيد أن قضيت معاك الحلقة النهاردة، وإن شاء الله نلتقي دوما على خير في موضوعات. ويريد حضراتكم تتفاعلوا معنا على صفحات السوشيال ميديا بحيث نستضيف شخصيات بتهم يعني اهتماماتكم وتشغل اهتماماتكم، وأيضا نتكلم عن حكايات بتشغل الشارع المصري بحقيقة. يعني مبسوط أننا معاك يا محمد. ربنا يخليك يا ياسر، شكرا ليك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقي على خير وإلى اللقاء.